يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل التلبس، تلبس الجن بالإنس، هل هو حقيقة وما الدليل على ذلك؟ حقيقة. الدليل على ذلك قوله تعالى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، دل على أن الشيطان يمس الإنسان ويجري منه مجرى الدم، كما في الحديث الصحيح إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم لملابسة، والواقع والتجربة شاهدة لهذا، لا ينكر هذا إلا مكابر. نعم.